السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى. وبلغنا قول المصنف رحمه الله: وأما الثاني وهو الترجيح من جهة العلة، في صفحة 456. قال المؤلف رحمه الله: وأما الثاني وهو الترجيح من جهة العلة، فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، إلى آخره. قوله وأما الثاني، هذا شروع في بيان المرجحات الراجعة إلى القسم الثاني من أقسام الترجيح القياسي. وذلك أن المصنف رحمه الله كما سبق معنا في الدرس السابق ذكر أن الترجيح من جهة القياس يرجع إلى ثلاث حيثيات: الأصل والعلة والقرينة. الأصل المقيس عليه، وقد فرغنا منه في الدرس الماضي. والآن الثاني، الترجيح من جهة العلة. فقال: فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، يعني يقدم القياس الذي علته مجمع عليها بين الفقهاء على القياس الذي علته مختلف فيها بين الفقهاء. وذلك لأن الأولى، العلة الأولى مستندها قوي، فلقوة مستندها قدمت، لأن مستندها الإجماع، والإجماع أقوى الأدلة، بخلاف الثانية فإنها تضعف لوجود الخلاف فيها. مثال هذا المرجح: ما لو قال المستدل في مسألة إجبار الصغير الثيب، المرأة الصغيرة يعني غير البالغة الثيب، هل يجوز إجبارها؟ مسألة وقع فيها نزاع بين الفقهاء. فلو قال المستدل على إجبارها، لو قال: صغيرة فتجبر، صغيرة يعني فيجوز إجبارها قياسا على البكر الصغيرة، صغيرة هذا هو العلة، يعني الثيب الصغيرة هي امرأة صغيرة، أنثى صغيرة، صغيرة فيجوز إجبارها قياسا على البكر الصغيرة. فيقول المعترض المخالف له: ثيب فلا يجوز إجبارها قياسا على الثيب الكبيرة، ثيب هذه العلة، يعني هي أنثى ثيب، فلا يجوز إجبارها قياسا على الثيب الكبيرة. تعارض القياسان والعلتان، فيرجح الأول، القياس الأول، لأن علته، العلة في القياس الأول هو الصغر، والصغر علة متفق عليها، بخلاف القياس الثاني فإن العلة فيه هي الثيوبة، والثيوبة مختلف فيها، فتقدم العلة المجمع عليها على العلة المتفق
على العلة المختلف فيها. لكن ينبغي التنبه لشيء، وهو أن العادة، عادة الفقهاء، أنهم ينقلون الإجماع والخلاف على الأحكام، يعني في الأحكام، أحكام المسائل يعتنون فيها بذكر الإجماع والخلاف، فيذكرون مسائل الإجماع ومسائل الخلاف. وأما العلل فلم تجري عادتهم أن ينقلوا فيها الإجماع والخلاف. فأمثلة هذا النوع قليلة جدا، ودعوى الإجماع قد لا تكون مسلمة لعدم العناية الكبيرة من فقهاء الأمة بنقل الإجماع والخلاف في العلل. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعلة المنصوصة على العلة المستنبطة. هذا المرجح الثاني الراجع إلى العلة، الترجيح بين الأقيسة بالنظر إلى العلة، وهو أن العلة، القياس الذي علته منصوصة راجح على القياس الذي علته مستنبطة. والعلة المستنبطة هي العلة الاجتهادية التي لم تثبت بنص ولا إجماع، وإنما باجتهاد المجتهد. وإنما قدموا العلة المنصوصة على العلة المستنبطة لأن نص الشارع أولى من اجتهاد المجتهد، نص الشارع أولى من اجتهاد المجتهد، ولهذا قيل لا اجتهاد مع النص. مثال هذا المرجح: ما لو قال المستدل في مسألة النبيذ هل يجوز شرب اليسير منه القدر الذي لا يسكر، محل خلاف بين الفقهاء، فلو قال المستدل على تحريمه، لو قال شراب يسكر كثيره فيحرم قليله قياسا على الخمر، شراب أي النبيذ، شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، الذي هو محل النزاع، محل النزاع في شرب القليل الذي لا يسكر، شراب يسكر كثيره فيحرم قليله قياسا على الخمر، فيقول المعترض: النبيذ شراب ليس بخمر فلا يحرم قليله قياسا على سائر الأشربة. النبيذ شراب ليس بخمر، هو ليس خمرا، فلا يحرم شربه قياسا على سائر الأشربة، يعني كالعسل والماء واللبن والمرق. تعارض القياسان، فيرجح القياس الأول لأن علته علة منصوصة وردت في نص حديث شريف. العلة هنا كما ترون في قوله يسكر كثيره فيحرم قليله، يسكر كثيره هذه العلة، وقد وردت في نص شريف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فتقدم هذه العلة المنصوصة على العلة القياس الثاني، على علة القياس الثاني، لأنها استنباطية اجتهادية، وهي قوله أنه شراب ليس خمرا، لا يسمى خمرا إنما يسمى نبيذا، هذه علة اجتهادية. قال: والعلة الثابتة عليتها تواترا على العلة الثابتة عليتها آحادا. هذا المرجح الثالث
من المرجحات الراجعة إلى العلة، علة القياس. قال: والعلة الثابتة عليتها تواترا على العلة الثابتة عليتها آحادا. وذلك لأن التواتر أقوى من الآحاد كما لا يخفى عليكم، فإن التواتر يفيد القطع والآحاد إنما يفيد الظن، فيقدم القطعي على الظني. لكن هذا المرجح ليس له مثال فيما أظن، والسبب في ذلك أنه التواتر الآحاد يذكره علماء الأصول عادة في باب الأخبار، لأنها هي التي محل عناية الفقهاء والمحدثين، فينظرون في الأحاديث ويتتبعون أسانيدها وطرقها، فيجدون منها ما هو أحاد ومنها ما هو متواتر. أما العلل فلم تجري العادة، لم تجري عادة العلماء في كتبهم أن ينقلوا الأحاد والتواتر في العلل، فيقولون هذه علة متواترة وهذه علة أحادية، لأن هذه العلل إنما تذكر في كتب الفقهاء، يذكرها مصنف من المصنفين، وليست كالأخبار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هناك إسناد وتكون هناك طرق للحديث تكثر وتقل، فيكون منها المتواتر ومنها ما هو أحاد. العلل شأنها ليس كذلك، فلهذا لا يعلم منها ما هو علة متواترة وما هو علة أحادية. قال: والعلة المناسبة على غيرها. هذا مرجح جديد من مرجحات القياس الراجعة إلى علة القياس. فقال: والعلة المناسبة على غيرها. يرجح القياس الذي علته وصف مناسب، يعني علته مناسبة للحكم المذكور، على القياس الذي علته غير مناسبة أو لم تظهر مناسبتها. وذلك لأن العقول أسرع انقيادا وأشد قبولا للعلة المناسبة، وهذا معروف بطبع الناس. الوصف إذا كان مناسبا فإن السامع يصدق به مباشرة ويرتاح إليه ويقنع به ويستعمله، بخلاف الوصف غير المناسب فإن العقول لا تقبله والنفوس تنفر منه، ولهذا يأتي التعجب والاستغراب، يقول: ما علاقة هذا بهذا؟ هذا وصف غير مناسب، فما علاقته بالحكم؟ لكن ينبغي أن يفسر بقوله على غيرها، ينبغي أقول وليس لزاما لأنه محل بحث، ينبغي أن يفسر بما لم تظهر مناسبته، لأن الوصف غير المناسب لا يصح التعليل به أصلا، لهذا عرفوا العلة بأنها وصف ظاهر منضبط مناسب لتشريع الحكم، فلا بد من ظهور المناسبة، والله أعلم. مثال هذا المرجح وهو ترجيح القياس الذي علته مناسبة على ما ليست مناسبة أو لم تظهر مناسبتها، ما لو قال المستدل في مسألة الصبي إذا حضر القتال، مسلم صغير ما بلغ وحضر القتال مع الناس، وما يجب عليه القتال لكنه حضر، وبعدما انتصر المسلمون على الكفار، هل يقسم له؟ هل يرضخ له؟ هل يسهم له، يعطى سهما من الغنيمة؟ محل خلاف بين الفقهاء. فإذا قال المستدل الصبي لا يجب عليه القتال، الصبي لا يجب عليه القتال، فلا يستحق سهما من الغنيمة قياسا على العبد،
الصبي لا يجب عليه القتال، فلا يستحق سهما من الغنيمة قياسا على العبد. فيقول المعترض: الصبي حر ذكر شهد القتال، فيسهم له قياسا على الرجل، يعني قياسا على الرجل الحر البالغ. يعني إذا شهد القتال فيسهم له قياسا على البالغ الحر. تعارض القياسان، لكن نرجح القياس الثاني الموجب للصبي سهما في الغنيمة، نرجحه لأن العلة فيه هي شهوده القتال، كونه حرا وشهد القتال، فيستحق من الغنيمة لأنه من جملة المنتصرين، فشهود القتال وصف مناسب للحكم، قاتل فيستحق من الغنيمة، هذا وصف مناسب، كل سامع عاقل يفهم منه المناسبة، قاتل فيستحق سهما، بخلاف الأول، فإن كونه لا يجب عليه القتال ليس مناسبا للحكم هنا في هذه المسألة، كونه لا يجب عليه أصلا. لماذا؟ لأنه قد حضر. نعم هو لا يجب، لكنه حضر وقاتل، فهذا الوصف وهو كونه لا يجب عليه القتال، هذه العلة وهي علة حكمية، هذه العلة ليست مناسبة هنا في هذه المسألة، في هذه الصورة، في هذه الحالة، إنما تكون مناسبة فيما لو لم يشهد القتال، فحينئذ يقال لا يستحق سهما من الغنيمة لأنه لا يجب عليه، فضلا على أنه لم يحضر. فإذا هي وصف أو حكم أو علة، نقول علة غير مناسبة، علة غير مناسبة، والله أعلم. وينبغي التنبيه أو التنبه لشيء في هذا المرجح ذكره الطوفي رحمه الله وتابعه عليه غيره، وهو أن ترجيح العلة المناسبة على العلة غير المناسبة هذا أو التي لم يظهر مناسبتها، هذا إنما يكون في تعارض العلتين المنصوصتين أو تعارض العلتين المستنبطتين الاجتهاديتين. أما لو كانت إحدى العلتين منصوصة والأخرى اجتهادية استنباطية، فحينئذ ترجح المنصوصة في كل حال، ظهرت مناسبتها لنا أو لم تظهر مناسبتها لنا، لأن النص معصوم فنتهم أذهاننا حينئذ أنه ما ظهرت لنا المناسبة، فالنص معصوم بخلاف الاجتهاد فإنه غير معصوم بل عرضة للخطأ، فتقدم العلة المنصوصة على العلة المستنبطة في كل حال حتى لو لم تظهر مناسبة الأولى وظهرت مناسبة الثانية فرضا لعصمة النص وعرضة الاجتهاد للخطأ. ولهذا لو اجتمع نص وقياس أو نص واجتهاد فإنه يقدم النص في كل حال. قال: والعلة الناقلة على المقررة. هذا مرجح جديد من مرجحات القياس الراجعة إلى العلة، وهي ترجيح العلة الناقلة عن أصل البراءة على العلة المقررة لحكم الأصل، أصل البراءة، براءة الأصلية. إذن القياس الذي علته ناقلة عن الأصل يرجح على القياس الذي علته مقررة للأصل، لأن في ترجيح الأول زيادة علم وتكثير أحكام الشرع، بخلاف الثاني القياس المقرر
الذي علته مقررة للأصل الأصل، فإنه ما أفادنا جديدا، فإنه ذكر أو لم يذكر لن يؤثر شيئا، فإن الأصل يبقى، إنما جاء هذا ووافق حكم الأصل، بخلاف الناقل فإنه أفادنا شيئا جديدا وهو الحكم الجديد المغير للأصل، حينئذ تقدم الناقلة على المقررة. مثال هذا المرجح ما لو قال المستدل في مسألة مس المرأة هل ينقض الوضوء، المسألة المشهورة، فلو قال المستدل مماسة توجب الفدية على المحرم فيجب نقض الوضوء بها قياسا على الجماع. إذن يقول في مس المرأة مماسة توجب الفدية على المحرم فيجب نقض الوضوء بها قياسا على الجماع. فيقول المعترض مماسة بين رجل وامرأة فلا ينتقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء بها قياسا على لمس ذوات المحارم. إذن مس بين امرأة ورجل فلا ينتقض الوضوء بها قياسا على لمس ذوات المحارم. فهنا تعارض القياسان، لكن نلاحظ أن القياس الأول علته ناقلة عن الأصل. الأصل عدم نقض الوضوء بشيء إلى أن يثبت أن هذا الشيء ناقض، هذا هو الأصل. فالقياس الأول علته ناقلة، القياس الأول ناقل لأنه يوجب نقض الوضوء بالمس، مس المرأة. وأما القياس الثاني فعلته مقررة للأصل، العلة مقررة للأصل لأنها مبقية على أصل البراءة، براءة الذمة من النقض، أنه لا ينتقض وضوء. إذن يرجح الأول على الثاني. ثم قال والعلة الحاضرة أي المحرمة على المبيحة. هذا مرجح جديد من مرجحات القياس الراجعة إلى العلة، وهي تقديم القياس الذي علته محرمة على القياس الذي علته مبيحة، لأن الحظر يوجب الامتناع فيكون الأخذ به أحوط وأبرأ للذمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، بخلاف المبيح فإنه يجوز الإقدام على الشيء، وهذا ينافي الاحتياط. الأحوط أنك أن تترك، الأحوط والأبرأ للذمة أن تترك الشيء لا أن تفعله. فإذا اختلف في شيء محرم ومبيح فالأحوط والأبرأ تقديم المحرم، لأنه يوجب الكفاف عنه، يوجب الانكفاف عن الفعل. مثال هذا المرجح مسألة كلب الصيد إذا أرسله صاحبه فصاد وأكل من الصيد، فهل هو صيد أو فريسة؟ يعني هل يباح أو يحرم إذا أكل من صيده؟ مسألة وقع فيها نزاع بين الفقهاء. فإذا قال المستدل على الإباحة، إذا قال جارح معلم، أي الكلب جارح معلم مدرب، جارح معلم فيباح أكل صيده الذي أكل منه قياسا على البازي، إذن جارح معلم فيباح صيده الذي أكل منه قياسا على البازي
نوع من الصقور. فيقول المعترض الذي يرى التحريم، يقول: كلب أكل من الصيد فيحرم أكل صيده، قياسا على ما لو تعمد صاحبه إرساله من غير تسمية. إذن كلب أكل من الصيد فيحرم صيده، قياسا على ما لو أرسله صاحبه وتعمد ألا يسمي الله، ألا يسمي الله، فإنه يحرم حينئذ. فتعارض القياسان، لكن يرجح القياس الثاني لأن علته حاضرة. مقتضى القياس الثاني التحريم كما رأيتم في المثال، ومقتضى القياس الأول إباحة أكل الصيد الذي أكل منه الكلب. فلا شك أن التحريم أحوط وأبرأ، فيقدم القياس الدال عليه على القياس الدال على الإباحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي تقديم مسقطة الحد وموجبة العتق والأخف على موجبة الحد ومانعة العتق والأشد خلاف كالخبر. فهنا المصنف رحمه الله ذكر ثلاثا من المرجحات، ثلاثة من المرجحات بين الأقيسة بالنظر إلى العلة لقوة الخلاف فيها، فلم يذكر المصنف رحمه الله سوى الخلاف، يعني أشار إلى الخلاف وجعله نظير الخلاف في تعارض الأخبار، وسكت عن الترجيح في هذه المسائل الثلاث. وإن كان قوله كالخبر يقتضي أن يكون مثله في الترجيح على ما سبق، لأنه قال إن عن هذه المسائل الثلاث إنها كالخبر، يعني يقال فيها ما يقال في الخبر، في الخبر أي الحديث، أي في تعارض الأخبار، لأن العلل إنما تؤخذ من النصوص فتكون تابعة لها في الوفاق والخلاف والحجاج الأدلة. إذن ثلاث مسائل: تعارض العلة المسقطة للحد مع العلة الموجبة للحد، هذه مسألة، والثانية تعارض العلة الموجبة للعتق على العلة المانعة للعتق، والمسألة الثالثة تعارض العلة الموجبة لحكم أخف أي حكم خفيف مع العلة الموجبة لحكم أشد أي شديد. فيقال في هذه المسائل الثلاث ما قيل في تعارض الأخبار على ما سبق. فبعضهم قال، يعني مقتضى ما سبق من الخلاف، أن بعض الأصوليين يرجح العلة أي القياس، يرجح القياس الذي علته مسقطة للحد على القياس الذي علته موجبة للحد، وبعضهم طبعا، والأدلة هي الأدلة، هذا هو الخلاف على ما سبق، والأدلة هي الأدلة. فيقال إنما رجحت العلة المسقطة على الحد على الموجبة للحد لحديث ادرأوا الحدود بالشبهات أو كما ورد، ومن رجح العلة الموجبة للحد على المسقطة للحد فدليله أن مع صاحبه زيادة علة،
لأنه خالف الأصل، الأصل عدم العقوبات، عدم الحدود، فحين يوجب حدا أفادنا شيئا جديدا. فيقدم إذن من علم على من لم يعلم. والمسألة الثانية كذلك يقال فيها إن بعض الأصوليين قدم العلة الموجبة للعتق على العلة المانعة للعتق. فأما من قدم القياس الذي علته موجبة للعتق فدليله أن الشرع يتشوف لعتق الرقاب، ولهذا جعل الشارع الحكيم عتق الرقبة سبباً في أحكام كثيرة. جعل عتق الرقبة حكما في أسباب كثيرة، فتجد مسائل كثيرة الحكم فيها عتق رقبة، وهذا لتشوف الشرع لعتق الرقاب. فإذا القياس الذي علته موجبة للعتق مقدمة على المانع للعتق. وأما من قدم من الأصوليين القياس الذي علته مانعة من العتق على القياس الذي علته موجبة، فدليله أن الأصل بقاء ملك السيد لعبده، هذا هو الأصل، فالموجب للعتق يخالف هذا الأصل فلا يقبل. وفي المسألة الثالثة وهي تقديم الأخف أو الأشد، القياس الذي علته توجب حكما شديدا على القياس الذي علته توجب حكما خفيفا، فقالوا كما سبق معنا أن الحق ثقيل، الحق شديد كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأما من قدم القياس الذي علته توجب حكما أخف فدليله قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا تفسير قوله كالخبر، يعني كما سبق معنا في تعارض الأخبار أي الأحاديث. لكن ننبه في هذه الثلاث أيضا إلى ما سبق التنبيه عليه وقد ذكره الطوفي أيضا رحمه الله، وهو أن هذا الترجيح في هذه المسائل الثلاث هذا كله يجري في العلتين، تعارض العلتين المنصوصتين أو العلتين المستنبطتين. أما إن كانت إحدى العلتين منصوصة والأخرى استنباطية اجتهادية، فإن العلة المنصوصة تقدم بكل حال، أوجبت حدا أو أسقطته، أوجبت عتقا أو أسقطته، أوجبت حكما شديدا أو خفيفا، بكل حال، وذلك لعصمة النص، بخلاف الاجتهاد فإنه غير معصوم بل عرضة للخطأ. ولهذا لو اجتمع نص وقياس لقدمنا النص، فإنه لا اجتهاد مع النص. وبقي أمثلة هذه المرجحات الثلاث. الأولى تعارض العلة المسقطة للحد مع الموجبة للحد. مثال هذا المرجح مسألة القصاص من الحر إذا قتل العبد، هل يقتل الحر بالعبد؟ وقع فيه نزاع بين الفقهاء. فإذا قال المستدل على وجوب قتل الحر بالعبد، إذا قال العبد آدمي معصوم فيجب القصاص بقتله قياسا على الحر، العبد آدمي معصوم فيجب القصاص بقتله، معصوم يعني معصوم الدم، يعني يحرم قتله، يعني العبد آدمي معصوم فيجب القصاص بقتله قياسا على الحر، يعني قياسا على الحر إذا قتل حرا.
فيقول المعترض: لا يقطع طرف الحر بقطعه طرف العبد، فلا يقتل به قياسا على الأب مع ابنه، يعني لا يجري بينهما القصاص في الأطراف، فلا يقتل به، لا يقتل الحر بالعبد قياسا على الأب مع ابنه. لما لم يقطع الأب بقطعه طرف الابن، كذلك لم يقد به، لم يقتل به، فتعارض قياسان، فأيهما يقدم على الخلاف، على الخلاف الذي ذكرناه، منهم من قدم الأول ومنهم من قدم الثاني، وسبق معنا ذكر الأدلة. ومثال المرجح الثاني وهو تقديم القياس الذي علته موجبة للعتق على القياس المانع للعتق الذي علته مانعة للعتق، أو العكس. مثاله: ما لو قال المستدل في مسألة الخال إذا ملكه ابن أخته هل يعتق بمجرد شرائه؟ هذه مسألة وقع فيها نزاع، هل يحتاج أن يعتقه إذا أراد أو يبقى عبدا له، أو أنه يعتق بمجرد الشراء؟ فيها خلاف بين الفقهاء. فإذا قال المستدل: الخال ذو رحم محرم فوجب عتقه بالملك قياسا على الأب، الخال ذو رحم محرم فيجب عتقه بمجرد الشراء، يعني بالملك إذا ملكه ابن أخته، فيجب عتقه بالملك قياسا على الأب، إذا ملكه ابنه يعتق كما ورد في الحديث: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيقول المعترض: الخال قريب يجوز نكاح ابنته فلا يعتق عليه بالملك قياسا على ابن العم. الخال قريب، نعم هو قريب لابن أخته، يجوز نكاح ابنته فلا يعتق عليه بمجرد الشراء قياسا على ابن العم. تعارض القياسان، أحدهما يوجب العتق والآخر ينفيه. مثال المرجح الثالث وهو تعارض قياسين: علة أحدهما توجب حكما أخف وعلة الآخر توجب حكما أشد. مثاله: نزاع الفقهاء في مسألة المسترسل من اللحية، هل يجب غسله؟ أو لا يجب. المسترسل من اللحية يعني إذا نزلت اللحية عن حد الوجه، طالت اللحية فنزلت عن حدود الوجه، فهذا يسمى المسترسل من اللحية، هل يجب غسله أو لا يجب؟ محل نزاع بين الفقهاء. فإذا قال المستدل: شعر نابت على ظهر بشرة الوجه فيجب غسله قياسا على شعر الخد، إذن هذا المسترسل شعر نابت على ظهر بشرة الخد، بشرة الوجه، على ظهر بشرة الوجه فيجب غسله قياسا على شعر الخد. فيقول المعترض: شعر لا يلاقي محل الفرض، هذا النازل من اللحية عن حد الوجه المسترسل من اللحية، شعر لا يلاقي محل الفرض فلا يجب غسله قياسا على الذؤابة المجاوزة لحد الرأس،
إذن شعر لا يلاقي محل الفرض، فلا يجب غسله قياسا على الذؤابة، يعني في العمامة المجاوزة لحد الرأس، فهنا تعارض القياسان. وتلاحظون أن أحدهما يوجب غسل المسترسل من اللحية، والقياس الآخر لا يوجب غسله، فالموجب أشد. لا شك أن إيجاب الشيء شديد على النفس، لأنه يجب أن تفعل هذا وإلا ما يصح وضوءك. وأما الذي القياس الذي يقول لا يجب غسل المسترسل من اللحية، فلا شك أنه أخف على الناس، فيتعارض القياسان في حكم شديد وخفيف. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتقدم العلة الوصفية. هذا مرجح جديد من المرجح من مرجحات القياس العائدة للعلة، وهو تقديم القياس الذي علته وصفية على القياس الذي علته اسمية. إذن تقدم العلة الوصفية على العلة غير الوصفية، وهي العلة الاسمية. والسبب، يعني دليل هذا المرجح، أن العلة الوصفية متفق على التعليل بها، ولهذا استخدم هذا اللفظ في تعريف العلة، فقيل وصف ظاهر منضبط إلى آخره. فإذا التعليل بالوصف متفق عليه، بخلاف التعليل بالاسم فإنه محل خلاف. ولا شك أن المتفق عليه أقوى من المختلف فيه، فحينئذ نقول القياس الذي علته وصفية يقدم على القياس الذي علته اسمية، سواء فيهما، أي في الوصف والاسم، سواء كان مثبتين أو منفيين، الأمر سواء، يسمى تعليلا بالوصف وتعليلا بالاسم، سواء كان إثباتا أو نفيا. مثال هذا المرجح: ما لو قال المستدل في مسألة الأوراق النقدية، الأوراق النقدية المعاصرة، هل يجري فيها الربا؟ فلو قال المستدل: أثمان فيجري فيها الربا قياسا على الذهب والفضة. الأوراق النقدية يقول عنها ماذا؟ أثمان، هي أثمان، فيجري فيها الربا قياسا على الذهب والفضة. فإن الدرهم الفضي والدينار الذهبي يجري فيهما الربا لأنها أثمان. فيقول المعترض: ليست ذهبا ولا فضة، ليست ذهبا ولا فضة، فلا يجري فيها الربا قياسا على الورق، قياسا على الورق. يعني الأوراق النقدية هذه هي أوراق نقدية وليست ذهبا ولا فضة، فلا يجري فيها الربا قياسا على الورق. فتعارض القياسان، فيرجح القياس الأول القائل بجريان الربا في الأوراق النقدية، لأن العلة فيه أنها أثمان، وكونها أثمانا هذه علة وصفية، نصف الأوراق النقدية بأنها أثمان، تكون ثمنا للأشياء، يباع بها ويشترى، فهذا وصف. لكن من قال ليست ذهبا ولا فضة، هذا تعليل بالاسم، يقول هي أوراق نقدية وليست ذهب ولا فضة، ليست ذهبا ولا فضة، هذا تعليل بالاسم، لأن الذهب والفضة اسمان للنقدين المعروفين. فيرجح القياس الأول لأن علته وصفية على القياس الثاني لأن علته اسمية.
كما قلنا سواء كان إثباتا أو نفيا. وتلاحظون هنا أنها نفي، قال ليس ذهبا ولا فضة، وهو تعليل بالاسم. يعني الإثبات أن تقول مثلا في تعليل الخمر، في تعليل إباحة النبيذ، أن يقول الحنفي نبيذ فلا يحرم شربه كالعسل، ونعلل بالاسم لأن قوله نبيذ هذه العلة، والعلة هنا علة اسمية مثبتة كما تلاحظون. قال والمردودة إلى أصل قاس عليه الشارع، هذا مرجح جديد من مرجحات الراجعة إلى علة القياس، وهو أنه يرجح القياس الذي علته مردودة أي راجعة إلى أصل قاس عليه الشارع على قياس علته لا ترجع إلى أصل قاس عليه الشارع، هذا معنى هذا المرجح. لأن قياس الشارع يعطيه قوة، الشارع بنفسه قاس على هذا الأصل المقيس عليه، فإرجاع فرع آخر إليه يقوى به، بخلاف ما لم يقس عليه الشارع، يعني العلة لا ترجع إلى أصل قاس عليه الشارع. فالأول أقوى من الثاني، أغلب في ظن العلية وقوة القياس من الثاني. وبالمثال يتضح المقال إن شاء الله تعالى. لو قال المستدل في مسألة الحج هل يسقط بالموت أو لا يسقط فيبقى في الذمة ويصوم عنه وليه، مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. فإذا قال المستدل الحج عبادة فتسقط بالموت قياسا على الصلاة، الحج عبادة فتسقط بالموت قياسا على الصلاة، فإن الإنسان إذا مات ما يجب على وليه أن يصوم عنه أن يصلي عنه، لأنه بمجرد الموت يسقط فرض الصلاة عنه والصوم. إذن الحج عبادة فتسقط بالموت قياسا على الصلاة. فيقول المعترض الحج حق واجب، الحج حق واجب فلا يسقط بالموت قياسا على الدين، الحج حق واجب فلا يسقط بالموت قياسا على الدين، فإن الدين حق واجب، وإذا مات ما يسقط الدين، تبقى الذمة مشغولة للدائن، فتعارض القياسان. لكن نرجح القياس الثاني، لماذا؟ لأن العلة فيه وهو قولنا حق واجب ترجع إلى أصل قاس عليه الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شارع للأحكام بإذن ربه تعالى، يعني يصح إطلاق كلمة شارع على النبي صلى الله عليه وسلم مجازا، وإلا فالذي يشرع الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، لكنه شارع للأحكام بأمر ربه تعالى. نقول العلة في القياس الثاني ترجع إلى أصل قاس عليه الشارع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
الحديث متفق عليه. فإذا الشارع العلة هذه ترجع إلى أصل قاس عليه الشارع وهو الصوم، وهو الدين، عفوا، وهو الدين. وحينئذ يقوى القياس الذي يرجع إلى هذا الأصل. قال: وتقدم المضطردة إن صحت. تنبهوا لهذه العبارة وما بعدها، خصوصا الأولى، فإن فيها إشكالا. يقول المؤلف رحمه الله: وتقدم المضطردة إن صحت، يعني معنى أن العلة المضطردة فقط من غير انعكاس تقدم على العلة غير المضطردة. لماذا؟ قالوا: لأن ظن العلية فيها أغلب. طبعا غير المضطردة هي التي تسمى بالعلة المنقوضة، أي المخصوصة التي خرج منها فرد أو أفراد. فالعلة المضطردة أشبه، يعني تشبه شيئا ما العام المحفوظ، والعلة غير المضطردة أي المنتقضة تشبه العام المخصوص. وقد مر معنا أن العام المحفوظ أقوى من العام المخصوص. فكذلك هنا نقول العلة المضطردة يعني ظن العلية فيها أقوى وأغلب من العلة المنتقضة. ولأن العلة المضطردة متفق على التعليل بها بخلاف المنتقضة المخصوصة، فإن فيها خلافا مشهورا هل يعلل بها أو لا. فهذا دليل هذا المرجح، وهو تقديم العلة المضطردة على العلة غير المضطردة أي المنتقضة أي المخصوصة. قال: إن صحت. لاحظوا هذا القيد، يقول إن صحت، هذا احتراز. فمعناه إن لم تصح فلا تعارض. إن لم تصح العلة المضطردة فلا تعارض. لما؟ لأنها لم تعد حجة، ما صحت إذن هي ليست حجة، وحينئذ لا يكون هناك تعارض. التعارض بين شيئين ثابتين صحيحين كما مر معنا. لكن كما قلت آنفا أن هناك إشكالا، لأن العبارة يعني تعبير غير المؤلف رحمه الله في كتب الأصول الحنبلية وغير الحنبلية، العبارة فيها تقدم العلة المضطردة على غير المضطردة إن صحت. تقدم العلة المضطردة على غير المضطردة إن صحت، فيكون قولهم إن صحت يكون راجعا إلى الأخيرة، إلى غير المضطردة. يعني لو قلنا إن غير المضطردة يصح التعليل بها فتقدم العلة المضطردة لأنها أقوى منها، فيستقيم الكلام. الكلام الآن صار مستقيما، أن العلة المضطردة تقدم على غير المضطردة بعد تسليم صحة غير المضطردة، فتكون علتان صحيحتين تعارضتا فتقدم الأقوى وهي المضطردة، فيستقيم الكلام. أما هنا في عبارة المؤلف، وأظنه وضح الإشكال عندكم، يقول: وتقدم المضطردة إن صحت، فيكون قوله إن صحت يرجع للمضطردة. طيب ترجح المضطردة إن صحت، ترجح على ماذا؟ على غير المضطردة؟ يعني نقول ماذا؟ نحتاج حينئذ أن نقول تقدم العلة المضطردة فقط، يعني من غير انعكاس، إن صحت على العلة غير المضطردة إن صحت. فيحتاج إلى تكرار كلمة إن صحت، أو أن
يثني الضمير بأن يقول إن صحت بألف التثنية. وتلاحظون أن كل هذا الكلام لا يعطيه اللفظ، يعني لفظ المؤلف ما يدل عليه حتى نتكلف هذا التأويل. فالعبارة في ظني العبارة الأسلم أن يقال تقدم المضطردة على غير المضطردة إن صحت، فيكون هذا الاحتراز وهو قوله إن صحت يرجع إلى غير المضطردة، فيكون معنى المرجح إن تعارضت علة إحداهما مضطردة والأخرى غير المضطردة وسلمنا صحتها، سلمنا صحة التعليل بغير المضطردة، فتعارضت علتان صحيحتان تقدم المضطردة لأنها أقوى من غير المضطردة. هنا يستقيم الكلام، والله أعلم. مثال هذا المرجح إذا قال المستدل على مسألة أنه لا يعتق غير الأصول والفروع فيما إذا اشتراه قريبه، يعني كان عبدا واشتراه قريبه، من يعتق؟ من الذي يعتق بالشراء؟ الابن إذا اشترى أباه يعتق بالشراء، على خلاف شاذ يعني في المسألة، لكن غير الأب فيه نزاع. فإذا قال المستدل في مسألة الخال مثلا أو العم، إذا قال الخال قريب لا يحرم صرف الزكاة إليه، الخال قريب لا يحرم صرف الزكاة إليه فلا يعتق بالملك، قياسا على ابن العم. الخال قريب لا يحرم صرف الزكاة إليه فلا يعتق بالملك، يعني إذا ملكه ابن أخته، قياسا على ابن العم. فيقول المعترض الخال ذو رحم محرم فيعتق بالملك قياسا على الأب. الخال ذو رحم محرم فيعتق بالملك، يعني إذا ملكه ابن أخته اشتراه، قياسا على الأب إذا اشتراه ابنه يعتق بمجرد الشراء. طبعا ذو رحم محرم مرت معنا، ولعلي نبينها، نذكر بما معنى ذو رحم محرم. ذو رحم محرم يعني اثنان، إذا أحدهما أنثى، يعني لو فرض أن أحدهما أنثى لم يحل الآخر نكاحه، كالأخوين لو أن أحدهما أنثى لم يحل أن ينكح أخته، الرجل وعمه كذلك، الرجل وخاله، هذا معنى ذو رحم محرم، لأن لو أحدهما أنثى الآخر لا يجوز له أن ينكحه، هذا معنى ذو رحم محرم. طيب نرجع إلى قياسنا هذا الذي ذكرناه. القياس الأول علته مضطردة، لأن كل من لا يعتق بالملك لا يحرم صرف الزكاة إليه، كل من لا يعتق بالملك لا يحرم صرف الزكاة إليه، فهي مضطردة وإن كانت غير منعكسة. لماذا؟ لأنه لو ملك خاله كافرا، ابن أخته ملك خاله اشتراه عبد الرقيق لكن كان الخال كافرا، فإنه لا يعتق مع أنه يحرم صرف الزكاة إليه، فلم تكن منعكسة. طبعا مضطردة منعكسة هذا مر معنا، لكن للتذكير به، مضطردة يعني كلما وجدت وجد الحكم، منعكسة كلما انعدمت العلة انعدم الحكم، هذا معنى الاضطراد والانعكاس. فإذا علة الأول مضطردة كما رأينا، لكنها غير منعكسة، لأنه لو ملك خاله كافرا فإنه لا يعتق عليه،
مع أنه يحرم صرف الزكاة إليه. وعلة الثاني، القياس الثاني، علته التي قلنا فيها الخال ذو رحم محرم، العلة فيه منعكسة، لأن كل من ليس ذا رحم محرم لا يعتق بالملك. كل من ليس ذا رحم محرم لا يعتق بالملك، لا يعتق بالملك، فهي منعكسة لكنها غير مضطردة، لأنها منقوضة، منقوضة بابن العم الرضيع، فإنه ذو رحم محرم ولا يعتق بالملك. قال: وتقدم المنعكسة إن شرط العكس، هذا مرجح جديد، وهو ترجيح القياس الذي علته منعكسة على القياس الذي علته غير منعكسة. لماذا؟ قالوا: لأن الظن بصحة التعليل بالمنعكسة أغلب، كونها يفقد الحكم عند فقدانها يغلب الظن بعليتها، فإذا الظن بصحة التعليل بها أغلب وأبعد عن الخلاف، وأبعد عن الخلاف. ولهذا قال هنا المؤلف: إن شرط العكس، يعني إن جعلنا الانعكاس شرطا في صحة العلة، فإن لم نشترط العكس، يعني ما هو مفهوم قوله إن شرط العكس؟ ما هو مفهومه؟ مفهومه إن لم نشترط العكس في العلة، يعني صححنا العلة ولو لم تنعكس، فإنه حينئذ تتساوى العلتان، تتساوى العلتان في القوة، لأن حينئذ العلتان منعكسة أو غير منعكسة مستويتان، لأننا ما نشترط العكس، فنرى أنها حتى بدون انعكاس علة صحيحة، فتتساوى العلتان، فحينئذ لا ترجيح، لا ترجيح حينئذ. مثال هذا المرجح مسألة القصاص في الأطراف، كاليد، يعني كاليد والرجل، يعني فيما دون النفس، القياس فيما دون النفس بين الرجل والمرأة. الرجل قطع يد امرأة، هل تقطع يده؟ فيها خلاف بين الفقهاء. فإذا قال المستدل: جرى القصاص بينهما فيما دون النفس، فيجري القصاص بينهما، جرى القصاص بينهما في النفس، فيجري القصاص بينهما فيما دون النفس قياسا على الحرين. إذا المستدل المالكي أو الشافعي أو الحنبلي يقول ماذا؟ جرى القصاص بينهما، أي بين الرجل والمرأة في النفس، فيجري فيما دون النفس، يعني في الأطراف، قياسا على الحرين، يعني على قياسا على الحر، إذا قتل حرا يقاد به، وإذا قطع طرفه أيضا يقاد به، فيعني يقتص منه فتقطع يده إذا قطع يده. هذا المستدل. فيقول المعترض الحنفي، يقول: يختلفان في بدل النفس، يختلفان أي الرجل والمرأة في بدل النفس، يعني دية النفس، يختلفان في بدل النفس، فلا يجري القصاص بينهما في الأطراف قياسا على المسلم مع المستأمن. يختلفان أي الرجل والمرأة في بدل النفس، في دية النفس، فلا يجري بينهما قصاص في الأطراف قياسا على المسلم مع المستأمن، يعني مع الكافر المستأمن. القياس الأول العلة فيه منعكسة، لأنه إذا لم يجري القصاص بين اثنين في النفس لا يجري القصاص بينهما فيما دون النفس،
هذا معنى الانعكاس. إذا لم يجري القصاص بين اثنين في النفس لم يجري بينهما فيما دون النفس. لكن وعلة القياس الثاني غير منعكسة. القياس الثاني علته غير منعكسة، وهي قوله يختلفان في بدل النفس. لماذا غير منعكسة؟ لأن العبدين وإن تساويا في القيمة لا يجري القصاص بينهما. العبدين ولو تساويا في القيمة لا يجري القصاص بينهما، فلم تنعكس العلة. حينئذ ترجح المنعكسة على غير المنعكسة. قال على غيرهن، قوله على غيرهن يرجع لما سبق وهي المرجحات الأربع الأخيرة، يعني ما ذكر راجح، ما ذكر من العلل وهي العلة الوصفية والمردودة إلى أصل قاس عليه الشارع والمضطردة والمنعكسة، ترجح هذه العلل على غيرهن، يعني على غير الوصفية وعلى غير المردودة إلى أصل قاس عليه الشارع وعلى غير المضطردة وعلى غير المنعكسة. هذا معنى قوله على غيرهن. ومقتضى المرجحين الأخيرين وهو قوله تقدم المضطردة إن صحت وتقدم المنعكسة إن شرط العكس، مقتضاه أن العلة المضطردة المنعكسة راجحة على المضطردة فقط وراجحة على المنعكسة فقط، وهذا من باب أولى. العلة التي تكون مضطردة منعكسة راجحة على غيرها، يعني على المضطردة فقط أو على المنعكسة فقط. مثال ذلك ما لو قال المستدل، يعني المالكي أو الحنفي أو الحنبلي، لو قال في مسألة مسح الرأس هل يسن تثليثه؟ المسألة التي وقع فيها نزاع معروف بين الفقهاء، مسح الرأس هل يسن تثليثه؟ يمسح ثلاث مرات أو لا؟ محل خلاف بين الفقهاء. فإذا قال المستدل على عدم سنية التكرار المسح، لو قال مسح تعبدي، مسح تعبدي فلا يسن تكراره قياسا على مسح الخف، قياسا على مسح الخف. إذن يقول عن مسح الرأس مسح تعبدي، يعني مسح هو عبادة، فلا يسن تكراره، يعني لا يسن تثليثه قياسا على مسح الخف. فإن الخف تمسحه مرة، ما يسن تكراره ثلاث مرات. فيقول المعترض الشافعي، يقول فرض في الوضوء، يعني مسح الرأس فرض في الوضوء، فرض في الوضوء فيسن تكراره قياسا على غسل الوجه، فإن غسل الوجه فرض في الوضوء ويسن تكراره ثلاث مرات. تعارض القياسان. لكن علة القياس الأول مضطردة منعكسة، مضطردة منعكسة، مضطردة لأن سائر الممسوحات التعبدية لا يسن تكرارها، فغير مسح الخف عندنا مسح الجورب والمسح في التيمم والمسح على الجبيرة، كل هذه الممسوحات التعبدية لا يسن تكرارها، فهي مضطردة إذن في سائر الممسوحات التعبدية، وهي أيضا منعكسة، فإنما ليس مسحا في الوضوء يسن تكراره، ما ليس مسحا في الوضوء يسن تكراره، الوجه واليدان والرجل ليست ممسوحات وتكرر،
يسن تكرارها ثلاث مرات، تغسل ثلاث مرات. وعلة الثاني، القياس الثاني، وإن كانت مضطردة، علة القياس الثاني كما قال فرض في الوضوء، يعني مسح الرأس هو فرض في الوضوء، فهذه العلة وإن كانت مضطردة لكنها غير منعكسة، علة لا تنعكس، لأن المضمضة والاستنشاق ليس فرضا في الوضوء عند المخالف. الشافعية وعند الأكثرين، إذن هي غير منعكسة لأن المضمضة والاستنشاق ليس فرضا في الوضوء عند المخالف، ومع ذلك يسن تكرارها ثلاثا ثلاثا، فصارت العلة غير منعكسة. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.